به واعتصم واكتفي. فهيا إلي تعرف علي تعرف علي. بعض على ترسية المشروع على الشركة، وأنا اللي خليتهم ينجحون في المشروع. لو مو أنت كان ما فازوا بالمناقصة. الفضل دائماً يرجع لك. وين روح الفريق الواحد؟ ترى القوة دائماً بالجماعة. تمر علينا أيام مشاعرنا مو مستقرة، فتبدأ تشوش على أفكارنا، وتالي تشوه نظرتنا للحياة، والنتيجة تغيير سلبي في تصرفاتنا وطريقة معيشتنا. مهم نكون واعين عشان ما ننسحب في منحنى احنا بغنى عنه. ربي ما خلانا كذي، عرفنا على أسمائه وصفاته لتصبح نفوسنا مطمئنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تلميع الذات self-serving bias، إن الواحد كل شيء صح يصير حوله ينسب الفضل فيه لنفسه، وأي شيء غلط يصير مو أنا ينسبه لغيره، لغيره على الظروف على أي شيء ثاني إلا أنا. وترى هذه يعني مشكلة كبيرة، لأن الواحد يبي يكون داخل دائرة الاهتمام طول المدة. هو بالضبط قاعد يلمع ذاته، لأن اللي يلمع يبي ترى أنا كله صح، أنا الواو، أنا العجيب، وأنا ترى ما عندي ولا غلطة. يعني مثلا لاعب كرة يلعبون وبعدين بالأخير فازوا، بس هذا الشخص هو اللي كان جايب الجول. إنزين، فلما يقول له ما شاء الله جبتوا الجول وهذا، ليه أنا الجول أنا اللي جايبه، أنا صراحة ركزت على الجول وما شو. لحظة لحظة، منو معطيك الكرة باص؟ الكرة صار لها من أول ملعب 300 لاعب طق الكرة عشان توصل لك أنت، بس عطيت الدزة الأخيرة. ليش نسيتهم كلهم؟ مو أنت لك الفضل كله، الفضل جماعي. المشكلة في هذا الشخص، الله سبحانه وتعالى قال لنا عنها بالقرآن عن قارون، لما انغر في الوضع اللي فيه وملكه والشيء العجيب، ايش قال؟ إنما أوتيته على علم عندي. ولكن ديننا يقول لك ما يصير تنسب الفضل فقط لنفسك، لا تنسى أن أنت في جماعة والكل كان لدوره. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، كل واحد فيه له فضل على الآخر، كل واحد يكمل الثاني. احنا نحتاج نكون مع بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة. انت التأييد تحصله متى؟ لما تكون مع مجموعة، مو لما تكون بروحك وشايف نفسك على الأوادم. التوفيق يكون لما انتوا مجموعة قاعدين تشتغلون مع بعض وكل واحد يكمل الثاني. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليكم بالجماعة فإنها حبل الله المتين، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. يعني شو قاعد يقول لك علي بن أبي طالب؟ قاعد يقول لك أولاً اطمئن إن الجماعة حبل الله المتين. التكملة يقول لك اللي أنت تكرهها في الجماعة، بعض مرات ولازم كلن ولازم أنطر فلان عشان إيه، ولازم أضبط ولازم أفوض ولازم أتفق ولازم كلنا وراينا وشورى. شفت هذا اللي أنت تكرهه في العمل الجماعي؟ هذا أحسن من ما تحب أنت في الفرقة. يعني إن اللي أنت تحبه في الفرقة إن أنت مرتاح مريح راسك، خلاص أنا بشتغل بروحي وما علي من لوية الناس. هذا إنك أنت تتحمل لوية العمل الجماعي أحسن لك من أنك أنت تكون بروحك. ليش؟ إيش قاعد يقول لك؟ فإن في الجماعة رحمة
وفي الفرقة عذاب، لأن صدق لو بيصير فيك شيء أنت بروحك راح تطق بروحك. أما الجماعة لو صار شيء واحد يشيل الثاني، هذا عنده مهارات هذا ما عنده هالشيء الفلاني، واحد يشيل الثاني. ترى لو تفكرون فيها، لو تشوفون حاليا يعني وضع الشركات، في شركات عريقة صار لها 200-300 سنة. هذه الشركات هل مبنية على شخص واحد؟ أبدا. الشركات اللي قدرت تكمل هي الشركات اللي مبنية على سيستم الجماعة، واحد يشيل الثاني. أما الشركة اللي 20-30-40 سنة قعدت، لأن مدير واحد خلص، هذا المدير خلص طاقته، مرض، صار له ظرف، انتهت الشركة، مع السلامة. أما لكم في جماعة واحد يشيل الثاني. عشان كذي الله سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإحنا الحين طول المدة قاعدين نتكلم عن أهمية أن إحنا نكون جماعة ويا بعض، نشتغل مع بعض، فإحنا صدق نحتاج هذه الجماعة. فعشان أنا أقدر أشوف هذا الشيء، أدعو الله باسمه البصير أن يبصرني بضعفي وحاجتي للجماعة، اللي كل مرة يحاول يلمع بذاته وينفي عن نفسه كل خطأ وينسب لنفسه كل فضل، ظناً منه أنه هو راح يرى قيمته في هذا الشيء، هذا شيء أبداً غير صحيح. لأن القيمة الحقيقية عندما ترى نفسك أنت في الجماعة شنو قاعد تسوي، وراح تقدر أصلاً تشوف نفسك عدل، لأنك أنت قاعد تشتغل في منظومة، فراح أنت تعرف أنت أصلاً شنو متميز فيه وشنو ضعفك فتحسنه. وترى لو الواحد بس يسوي شوية زوم على ويكبر كذي ويطالع مجتمع الصحابة، ترى هم نسخة واحدة من بعض، يكملون بعض، كل واحد غير. خالد بن الوليد كان هو المقاتل، عمر بن الخطاب القائد والحازم، أبو بكر الصديق الصاحب، عثمان الدعم المادي، عبد الرحمن بن عوف التاجر، عبد الله بن مسعود قارئ القرآن، علي بن أبي طالب الشجاعة. يعني كل واحد لدور وكلهم يكملون بعض. الحين يعني برنامج تعرف عليه، عبالكم برنامج مريم العويش؟ أبداً. ترى يعني هذا البرنامج ما يطلع شيء ذهن بروحي، في فريق إعداد صار له أشهر يشتغل، في كاميرات جابليني قاعدين يصورون هالبرنامج، في مخرج قاعد وراء الكواليس، في ديكور سوى هذا المكان، في إضاءة مضبطة الإضاءة اللي الحين قاعد تشوفوني فيها، في صوت كل دقيقة تعال ضبط حسن. كل هذا ترى أشياء ما ننساها وما تصير. ترى الأشياء الكبيرة الجميلة المتقنة ما تصير إلا باتحاد الجهود. والمسكين اللي ما يشوف هذا الشيء، والله مسكين. وترى اللي يلمع بذاته يحتاج هذا العمل الجماعي عشان يزكي النفس وشوية يطلع من حظ نفسه اللي هو طول ومدة بس قاعد يشوف أنا. يقول الشافعي وددت لو عمل الناس بعلمي ولا ينسب إلي من ذلك شيء. الله أكبر، عد على علم الشافعي. شو يقول؟ يقول أنا ودي لو الناس تعمل بعلمي عشان أنا ما ينسب إلي شيء. لأن الواحد صدق يعني لما حد يجيك ويقول لك ما شاء الله مثلا خوش برنامج ولا خوش إنجاز، لما تقول الحمد لله هالسنة توفقنا بخوش فريق، هالسنة تيسرت لنا الظروف، يعني تطلع شوية من حظ نفسك وتوزع الفضل حق الغير، والله راح تكبر بعيون الناس وراح تحصل التقدير والاهتمام الحقيقي، مو الاهتمام المبني على وهم. فبعد ذلك كله، عقب ما سمعنا كل هذا الكلام عن الجماعة، تبي تكون دائماً مع ناس يعينونك على الخير، تستعين فيهم على أن أنت ما ترى حظ نفسك ولكن تكمل نفسك مع الجماعة، فاسأل الله باسمه الولي أن يتولاك في جماعة تصلحك، وهو يتولى الصالحين. شاب كان عنده حلم إنه يكون عنده مشروع الخاص، بس ما كان عنده رأس مال، فظل كل ما يروح بنك يرجعونه
لازم يكون عندك وديعة، لازم يكون عندك عمارات، لازم يكون عندك ثقل. فبدأ كل ما يسألونه ربعه، ها فلان شلونك، مشروعك سويته ما سويته، والله صراحة ذابحين هالهوامير، ما ياخذ ما حد، البنوك ما تساعد إلا هم، لأن إحنا الفقارة إيش عندنا؟ ما عندنا شيء يدعمنا، لا وديعة لا شيء لا هذا، هم اللي قاعد يأخذوا الفلوس وهي اللي قاعد تزيد فلوسهم. وبس هذه حالته، شماعة أن أهو مو هو اللي مثلاً غلط ولا متأخر، ولا أن أهو مثلاً لازم يفكر بطريقة ثانية للتمويل. التجار ماكلين علينا السوق وماخذين كل القروض وما نقدر ناخذ شيء. لما واحد من ربعه قال له ترى شوف أنا سمعت أن كنا هالبنك الفلاني مسوين يعني تيسيرات حق الناس اللي في بداية يعني مشاريعهم وكذي، وملازم وايد عنده ضمانات. فروح المهم راح وهو يعني مو متوقع وايد، يروح ولا كان اللي قاعد ينطر الدور يم المكتب، فإنه قاعد يسمع واحد من هالهوامير اللي هو كان يعني دايماً يتكلم عنه، لأنه هو في نفس مجال مشروعه، فهو أول ما شافه ما استبشر خير، قال ويه هذا جاي أكيد بيعطونه هو، والله لو شنو بيطلب بيعطونه، ولا أحد بيلتفت عليه ولا يدري عني. المهم صار دوره عند المكتب، دخل وهذا الهامور ينطر، كان يشرح له ويعطي له أوراق ومجهز شغله وكذي. كان يقول له اسمح لنا بس البنك ما يقدرون، يعني لازم عندك كفيل وما نقدر احنا بدون كفيل. كان يقول بس هم انتوا قلتوا لي وانا ربعي قالوا انه مو الا. كان يقول لا صح احنا ما نحتاج وديعة وكذي، بس على الاقل لازم كفيل. انا من وين اجيب لكم؟ منو اجيب لك كفيل يكفلني بهذا المبلغ؟ كان يقوم هالهامور ويدش المكتب، لأنه قاعد يسمع الكلام، ويدش المكتب ويقول له فلان، كلم عند المكتب يعرفهم يعني داش طالع عليهم، بفلان ما عليك أنا كفيلة. كان يصدم ويطالع، تكفلني ما تعرفني؟ كان يقول له لا أنا مقدر أن أنت في بداية الدرب وأنا كنت يعني نفسك بيوم هالأيام كنت بهذا المكان وكنت أحتاج مثل هذه المساعدة أو الدزة عشان أبدي، فأنا بكفلك وإن شاء الله يعني ثقة وكمل. ينصدم الريال، عرف إنه لا يمكن يلوم غيره على أي تقصير عنده في حياته، وإن إيد واحدة ما تصفق. شلون معرفة الله سبحانه وتعالى تهذب عندنا هذه الفكرة؟ واحد تعرف على الله باسمه البصير، أن يبصرك بعيوبك وضعفك وحاجتك للجماعة. اثنين تعرف على الله باسمه الولي، بأن يتولاك في جماعة تصلحك. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول دعاء سيدنا يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك